بالفعل صدر هذا الحكم يعني السجن مدى الحياة، وهو حكم مشدد، بمعنى أنه لن يحق له أن يطلب طلب مراجعة هذا الحكم وإخلاء سبيل بعد 15 عاماً، بل بعد 20 عاماً. يعني عليه أن يقضي 20 عاماً في السجن قبل أن يمكنه أن يطلب طلب إخلاء سبيل من المحكمة، لأنه المؤبد في ألمانيا يعني ليس مؤبد مدى الحياة، ولكن يسمح للسجين بأن يطلب إخلاء سبيل بعد 20 عام. وهذا الحكم هو في الواقع أقصى من الحكم الذي أنزل بأنور رسلان الضابط السوري، الذي صدر حكم بحقه قبل عام في محكمة كوبلنز، يعني مدينة أخرى في ألمانيا. أنور رسلان كان ضابط مسؤول عن سجن، متهم بتعذيب وقتل عدد كبير من المعتقلين السوريين أنذاك، ولكن هنا قالت القاضي بأنه هذا الحكم أنزل به مشدد، لأنه هو أطلق هذه القذيفة على مجموعة من المدنيين الذين كانوا يعانون من الجوع، كانوا ضعفاء، وهو استغل هذا الضعف وأطلق عليهم يعني قذيفة، ولم يتمكن عدد منهم من الهرب أو حتى من أن يحصلوا على يعني الاستشفاء بسبب الحصار الذي كان قد ضرب على هذا المخيم. لذلك بالفعل الناشطون الحقوقيون هنا السوريون يعتبرونه حكم يعني ثاني تاريخي مهم جدا، ويعطيهم دفعا لكي يستمروا في المحاكمات أو في القضايا الأخرى التي يجمعونها، لأن هناك محاكمة ثالثة أيضا تجري ما زالت جارية بحق متهم يدعى علاء في مدينة فرانكفورت على ما أعتقد، وهو أيضا متهم بأنه هو كان طبيب في مستشفى عسكري في سوريا أيام الحرب، وهو متهم أيضا بتعذيب وقتل معتقلين تحت تعذيب. هذه المحاكمة كما ذكرت ما زالت جارية ولم يصدر فيها حكم بعد، ولكن يعني هذه المحاكمة يعني تعطيهم أملا بأنه بالفعل يمكنهم الاستمرار بجمع أدلة ومحاولة أيضا جلب متهمين آخرين أمام المحاكم الألمانية.